أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج قضايا. عنوان هذه الحلقة البيان الذي أصدرته النقابات المهنية والعلمية في المناطق المحررة استجابة لظروف الشارع التي مرت بها المناطق المحررة في الفترة الأخيرة. بداية أرحب بضيفي هذه الحلقة، الأستاذ المحامي محمود الهادي نجار، نقيب المحامين السوريين الأحرار في الجمهورية العربية السورية. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم أستاذ محمود. أيضا أرحب بالأستاذ المهندس أحمد باسم نعناع، نقيب المهندسين السوريين الأحرار في الجمهورية العربية السورية. ضيوفنا الأعزاء السادة المشاهدين، البداية ستكون من هذا الاستطلاع الذي أعده فريق البرنامج. عنوان السؤال كان: ما هو رأيك بأداء ودور النقابات المهنية والعلمية في المناطق المحررة؟ تابعوا معنا. نقابات مناضلة لتحقيق أعمال أعضاء الموجودين فيها كنقابة، ونحن جمعنا بعضنا كنقابات موجودة في الداخل المحرر وساوينا تجمع للنقابات. هدفنا أنه إصلاح الواقع اللي عم بيصير في المحرر من مشاكل وأعمال غير صحيحة. يعني للأسف عم بيصير أعمال كتير غير صحيحة، ونحن كنقابة مقاولين يعني في عنا أخطاء كتيرة موجودة في مجال المقاولات الموجودة في الداخل السوري. الخيمة الواحدة في المخيم الواحد كلفت لحد الآن 33,000 دولار. 33,000 دولار كانت بتعيش الساكن فيها عيشة محترمة. يعني نحن جمعنا على مخيم في 100 خيمة 200 خيمة، ومن 2012 لحد الآن كلفت الخيمة الواحدة 33,000 دولار. للأسف يعني السلطات التنفيذية الموجودة في الداخل ما عم تعاون معنا بشكل جيد جدا، وعم نطالب نحن بالنسبة للدراسات أو الأعمال اللي بدها تنفذ المنظمات إنه يشتركوا فيها هن أو نحن أو نقابة المهندسين، بحيث يكون المشروع اللي عم بيصير جديد يكون مشروع صحيح وسليم. أكيد اليوم إذا نحكي عن دور النقابات المناطق المحررة، أكيد إلى دور كتير كبير ودور إيجابي، والدليل على ذلك هو حيوية هاي النقابات وإصدارهم لهذا البيان اللي عم بيطالبوا من خلاله بإصلاح الائتلاف السوري وإثبات دورهم كنقابات عاملة على الأرض بشكل أكبر. فبالتالي هذا الدور حتى على الصعيد الشخصي، اليوم المعلمين المهندسين الأطباء عم بيطالبوا أكثر هاي النقابات لأنه تأخذ أدوار بشكل إيجابي أكثر، واللي شفناه اليوم هو نتيجة ضغوطات بعض المعلمين وبعض المهندسين، أو خلينا مو نقول البعض وإنما جل المهندسين، إنه اليوم الائتلاف السوري لازم فعلا أصلح نفسه ولازم يعيد النظر بسياساته الخاصة اللي عم بيطبقها، سواء على الصعيد المحلي في المناطق المحررة أو حتى على الصعيد الإقليمي وأيضا الدولي. اليوم بعد هذا البيان النقابات لم تعد كما كانت سابقا ما قبل البيان. هذا البيان حط اليوم النقابات أمام موقف كتير كبير، ما بعتقد أن النقابات تكون قادرة على أن ترجع عن هذا الموقف، لأن اليوم أصبح هناك أصوات عديدة تطالب النقابات بتطبيق أو تنفيذ البنود اللي وضعها داخل هذا البيان. طبعا النقابات العلمية والمهنية في المناطق المحررة هي مناطق في البدايات، نقابات في البدايات، وطالما هي في البدايات فإصدار القرارات راح يدعمها، وطالما الشعب واقف وراها فالإمكانيات المحدودة اللي عندها إن شاء الله مع الأيام بتصير إمكانيات قوية وقادرة على تطبيق القرارات. وطبعا القرارات اللي أصدرتها هي قرارات تدعم المناطق المحررة بشكل كبير، يعني والحكومات اللي راح الحكومة اللي راح تصير مثلا الحكومة المركزية هي راح تكون حكومة هادفة، لأنه تسعى لنهضة علمية واقتصادية وحتى ممكن تكون نهضة سياسية في المحرر. يعني هلق بالمناطق المحررة حاليا فعالين، أما مثلا خارجك بشكل محدود أمور تمام، أما مثلا إنه رفض قرارات أو هيك مثلا صدرت عن الدولة التركية أو عن دول برا فضعيف جدا، يعني ما بيقدروا أو ما باستطاعتهم، أما داخل المناطق المحررة فبيحسنوا. هلا بالأساس بمجمل سؤال الشعب بشكل عام، ما حدا بيعرف إنه في نقابات صارت أصلا. تمام، فينا نحكي عن النقابات العلمية أو المهنية عبارة عن ورق حاليا، ما في شيء على أرض الواقع، لأنه بالأساس بنيت على لا شيء، ما في أسس وبنى تأسست عليها، وبالتالي ما في شيء له أساس يعتبر ماله مردود، ماله فعل أو ردة فعل بالمجتمع. أستاذ محمود، البداية من عندك، يعني بعد أن شهدنا الاستطلاع رأينا أن الآراء تراوحت بين من يقول بأنكم لستم أكثر من يعني نقابات على الورق، وبين من يقول بأنكم اتخذتم
موقف لن تستطيعوا أن تتراجعوا عنه، وأن الواقع ما بعد صدور البيان في الأول من شهر أيلول الحالي لن يكون كما كان قبله. صراحة يعني أنتم في البيان، في حيثيات البيان، قلتم بأن يعني أن هناك أخطار محدقة دعتكم لإصدار هذا البيان. كيف تقرؤون هذا الواقع الآن؟ أهلا وسهلا بك. بالنسبة للنقابات، أولا النقابات التي اشتركت في إصدار البيان هي نقابات حقيقية ونقابات موجودة على أرض الواقع، كافة مجالسها منتخبة انتخاب حر وديمقراطي وفق الأنظمة والقوانين، وبوجود جهات مراقبة على هذه الانتخابات، وجميع هذه النقابات تمارس عملها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الجمهورية العربية السورية، مع إسقاط المواد التي تعطي الصلاحية لنظام الحكم بالتدخل بشؤون هذه النقابات. هذا فيما يخص النقابات. أما فيما يخص الأخطار، فالأخطار كثيرة وجسيمة في المناطق المحررة، هي أخطار أمنية، أخطار اجتماعية، من تدني مستوى الخدمات، من تدني مستوى التعليم، من تدني مستوى دخل الفرد، عدم وجود فرص عمل، خوف الناس من اجتياح النظام، القصف المستمر الذي يحصل على المناطق المحررة، على القرى والبلدات الآمنة، على المدنيين، على المخيمات، حالات الفقر والجوع والتشرد، كل هذه أخطار، انخفاض مستوى التعليم، عدم وجود مردود ودخل لذوي الأسر أو أرباب الأسر ليطعموا أطفالهم وأولادهم وعائلاتهم، هذه كلها أخطار يتعرض لها المجتمع، ممكن أن تؤدي إلى انفجار المجتمع في أي لحظة كانت. ولكن أستاذ محمود، يعني هذه الأخطار ليست تريد الساعة، لم تحدث الآن، وإنما هي يعني نتيجة تراكمات طويلة. السؤال يعني لماذا هذا البيان في هذا الوقت بالتحديد؟ يعني لماذا أنتم صامتون كل هذا الوقت؟ لم نصمت، هناك الكثير من المواقف صدرت عن بعض النقابات ومنها نقابة المحامين سابقا، ولكن نحن نمر بظروف موضوعية وتنظيمية، فعندما نضجت الظروف التنظيمية وتأسست النقابات التي شاركت في هذا البيان إضافة للنقابات التي كانت موجودة سابقا، استطعنا أن نصدر بيان جماعي، والبيان الجماعي هو يعبر عن رأي الشارع أكثر من البيان الذي يصدر عن نقابة معينة. وأيضا هناك ظروف موضوعية حتى نضجت هذه الظروف، ووصل الناس والنقابات وأعضاء النقابات إلى قناعة أنه يجب أن يصدر موقف جماعي، فتم إصدار هذا البيان الذي يعبر عن رأي غالبية المجتمع السوري، وخاصة منظمات المجتمع المدني التي هي عبارة عن منظمات تؤطر شرائح المجتمع وتتكلم باسم شريحة مثقفة من هذا المجتمع وتعبر عن رأي هذا المجتمع. يعني أنت ترى بأن الواقع الآن خطير؟ طبعا خطير، وينذر بحصول أمور لا تحمد عقباها. نعم، دعني أنتقل بالسؤال للأستاذ أحمد باسم. أستاذ أحمد، يعني كيف أو ما هو الوصف الذي يمكن أن نطلقه على حضور هذه النقابات والاتحادات مع بعضها البعض؟ هل هو تجمع مهني نقابي؟ هل هو اتحاد؟ ما هو التوصيف الذي يمكن أن تعطوه لهذا التجمع؟ شكرا أستاذ مصطفى للإضافة والاستضافة. بس إذا سمحت أنوه لدور بسيط بداية لدور النقابات، بعدين بنتقل لسؤالك. هلأ دور النقابات بشكل عام والمغروز بأذهان الكثير هو الدفاع عن منتسبيها، بينما نحن كنقابات مهنية وعلمية واتحادات خلقت من رحم الثورة، فنحن دورنا مو بس أعمال مهنية، لا، صارت تتعدى للأعمال الثورية والأعمال المجتمعية. وفي ظل غياب اللي بده يسد الثغر في النقاط المجتمعية والسياسية، كان لزاما علينا نحن كمثقفين وأكاديميين موجودين في هاي النقابات أنه نتصدى لهذا الموضوع، ويكون دورنا هو دور مجتمعي، دور سياسي، دور ممكن يقود المجتمع ويقود الحراك ويوجه دفة الثورة باتجاه الصحيح إن شاء الله. بالنسبة لسؤالك، نحن بهذا الجمع الطيب إن شاء الله من النقابات والاتحادات ما سعينا ولا رح نسعى لتوليد أجسام
جديدة بين بعضنا، بس بدأنا بتنسيق وتنسيق عالي بين النقباء، بحيث أي شأن أو أي شيء بخص الشأن العام وقضايا الرأي العام والقضايا التي تحتاج لحشد ومناصرة، أنه نوحد الرؤى بياناتنا ونصدر بيانات موحدة ونصدر أفعال موحدة، وممكن نصدر فيما بعد أدوات وأساليب موحدة نشتغل فيها بين بعضنا البعض. طيب أستاذ أحمد، يعني في البيان الذي يعني أصدرتموه قلتم بأن هناك حشود للمواطنين، أيضا الثوار طلبوكم باتخاذ يعني دوركم الريادي والقيادي للمجتمع، وقلتم أن لديكم خطة للعمل، خطة للعمل من أجل مناصرة قضايا الثورة، ما هي ملامح هذه الخطة؟ نعم، لكي نكون دقيقين وواقعيين في بياناتنا ولا تكون حبرا على ورق، وبحكم أنه نحن مهنيين فاعلين، أكيد كل بند من بنود المبادرة رح يكون له أداة من الأدوات وله وسيلة للتطبيق. باشرنا بداية بتشكيل لجنة لكل بند من البنود، بحيث هي اللجنة تقوم على العمل والتنسيق والمتابعة مع الجهات ومع المكونات اللي بيخص هذا البند بالذات. نعم. بالإضافة مثل ما تفضلت الحشود، وخاصة بعض المثقفين، بعض الإعلاميين، أو مو البعض، الكثير من الإعلاميين بالذات وكثير من الثوار اللي ساندوا هاي المبادرة، هدول رح يكونوا أكيد مناصرين وأحد الأدوات يلي منسعى من خلالها لتطبيق هاي البنود بشكل أو آخر. فعلا اليوم قمنا بتشكيل لجنتين اللي رح يتابعوا إن شاء الله هاي القضية. وفي أمامنا قضية، قضية المعلمين اللي هي قضية رأي عام موجودة بين إيدينا، ومثل ما تفضل الأستاذ محمود اللي بتتعلق في واقعنا وفي هذا الظرف الصعب يلي عم نعيشه، فلزاما علينا نحن كنقابات رح يكون في إن شاء الله حشد ومناصرة بالاتجاه الصحيح اللي يفيد إن شاء الله طالبنا ويفيد ثورتنا. يعني هذا يعني أنه ليس هناك خطة معدة مسبقا لإصلاح الواقع، ولكن هناك خطط فرعية لكل يعني بند من بنود هذا البيان. تماما، الخطة هي بدأت بالمشاورات والتوافق فيما بيننا وتوصيف الواقع الحالي ووضع الرؤى والحلول لذلك وصدر البيان. طيب. بعد ذلك سيتم إن شاء الله المتابعة واستخدام الأدوات المناسبة. أستاذ محمود، الأستاذ أحمد يعني قال بأن وصف هذا البيان بأنه شكل من أشكال المبادرات، أو هو مبادرة، هل تم عرض هذه المبادرة على أجسام عسكرية أو سياسية أو ثورية في المناطق البحرة، على الحكومة المؤقتة، على كل المعنيين بالشأن العام؟ أولا لا يمكن أن نقوم بعرض ما نفكر به على كل هذه الأجسام، لأن هذه الأجسام والفعاليات ممكن أن تكون متنافرة غير متفاهمة، ليست بمستوى واحد من التفكير. نعم. ولكن عندما تجتمع النقابات فهي على مستوى معين من التفكير والتقارب الفكري والهموم والآراء، فتم عرض هذه الأفكار بين النقابات، بين المكونات من أفضل البيان يعني. تمام. نعم. فنحن لم نضع خطة أو خطة الطريق أو خارطة الطريق لحل مشكلة المجتمع السوري أو الثورة بشكل نهائي. نحن في بياننا قلنا نصدر رؤية تراها هذه النقابات لخروج الثورة والمناطق المحررة من الوضع الراهن الحالي الذي هو يكاد ينفجر. لكن أستاذي، فهي عبارة عن أفكار. نعم. وضعناها نحن، قدمناها للرأي العام وللمعنيين لعلهم يأخذوا بها ويتم العمل عليها ونتجاوز هذه المرحلة التي تمر بها الثورة. يعني أنتم لا تتحدثون مع أنفسكم، إنما أنتم توجهون هذا الخطاب لجهة ما، سواء كان الشارع أو يعني مكونات أخرى. نعم. أنتم من خاطبتم؟ نعم، نحن كنقابات، تفضل أستاذ أحمد، أنه نحن كنقابات نمثل شريحة مثقفة بالمجتمع ومن كافة اختصاصات، فدورنا كنقابات هو دور توجيهي توعوي للشارع الثوري، توعوي للجهات الأخرى. نحن نضع الأفكار ونطالب الجهات المعنية
نضعها أمامهم ونطالبها بتبني هذه الأفكار وتطبيق ما هو قابل للتطبيق. وأنا أعتقد أن كافة الأفكار التي وردت قابلة للتطبيق لو وجدت الإرادة. فنحن دورنا توجيه الرأي العام في الشارع، قيادة الرأي العام، وضع الأفكار في مسلك معين حتى لا تتشتت الأفكار ويصبح هناك تنافر وتجاذب بين مكونات المجتمع السوري وفعاليات وقوى الثورة. طيب أستاذي، يعني دعني أسألك عن رأيكم في النقابات المهنية والعلمية حول موضوع المفاوضات. قلتم في البيان وقف كافة، طلبتم بوقف كافة أشكال المفاوضات العبثية مع نظام الأسد المجرم. ما هو موقفكم من المفاوضات بشكل عام؟ نحن كنقابات مهنية وعلمية وكقوى ثورية في الشارع السوري نلتزم ونطالب الالتزام بمقررات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية السورية، القرار 2254 وما يتعلق بالقضية السورية. نحن قصدنا وقف كافة أشكال المفاوضات العبثية التي تعتبر مضيعة على الوقت والتي تعتبر فرصة للنظام لكي يعيد ترتيب أوراقه ويلتقط أنفاسه ويعود الكرة في تهجير الشعب السوري. هل يمكن تسميت يعني أي نوع من المفاوضات تقصدون؟ يعني كانت تتداول، يتم تداولها في أروقة مجلس الأمن والأمم المتحدة، وكانت في إطار عمل المنظمة الدولية التي هي الأمم المتحدة ومجلس الأمن. ولكن اختطفت القضية السورية وذهبت في منحى آخر عندما تم فتح مسار أستانا ومن ثم سوتشي. وهذا هذين المسارين نعتبرهما هما مضيعة للوقت وهما فرصة للنظام ليعيد ترتيب أوراقه وتحقيق مسعى بعض الدول لإعادة تعويمه وإعادته إلى المجتمع الدولي وكأنه ليس نظاما مجرما وليس نظاما قاتلا. قتل الشعب وهجره ودمر البلاد وأدخل الاحتلال إلى سوريا وأدخل عصابات الإرهابية التي عاثت فسادا وقتلت الشعب وهجرته. يعني أنتم تريدون إعادة أمور المفاوضات إلى نصابها الأصلي وهو جنيف وتطبيق القرار الدولي 2254. طبعا الذي ينص على إحداث هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وإجراء انتخابات بعدها. إنما ما صار أستانا وسوتشي فهو كان فرصة للقضاء على الثورة وتشتيت قوى الثوار ومساعدة النظام على هضم المناطق وترحيل وتهجير الشعب السوري و إنفاذ عملية التغيير الديمغرافي التي يسعى لها هو ونظام الملالي. وضحت الصورة أستاذي. أستاذ محمود، الأستاذ باسم، سنخرج لفاصل قصير ثم نعود من جديد للحوار. أعزائي المشاهدين، عدنا وإياكم من جديد. أهلا وسهلا بكم ضيوفنا الأعزاء. أهلا وسهلا، حياكم الله. أستاذ محمود، يعني ورد في البيان رفض كافة أشكال الوصاية على الثورة السورية مع التأكيد على عمق العلاقات مع الأصدقاء وضرورة توازنها. ما هو المقصود في هذا البيان؟ طبعا أخي أستاذ مصطفى، المقصود في البيان أن الشعب السوري هو شعب حر، شعب كريم، شعب جبار قوي، خرج لينادي بحريته واسترداد قراره وكرامته، لأنه كان في ظل حكم العصابة المجرمة كان مسلوب الإرادة والقرار. فمن غير المعقول ومن غير المنطقي أن يقوم بهذه الثورة ويقدم مليون شهيد وأكثر من 500 ألف معتقل وحوالي 14 مليون مهجر، وأن يعود لنفس الطريقة من العيش، أن يكون قراره مسلوبا ويكون قراره في أيدي الدول أو السفارات أو الوزارات الخارجية. فالمقصود في رفض كافة أشكال الوصاية ليس هو استعداء أي دولة وليس هو ضد أي دولة. فإن كان السؤال يتعلق بالدولة التركية فهي دولة جارة ودولة حليفة، والشعب التركي هو شعب مسلم وحليف وصديق وشقيق. إنما المقصود برفض كافة أشكال الوصاية أن يتم التعامل معنا من خلال الأصدقاء والأشقاء الجوار والعرب، أن نكون شركاء وحلفاء، أن نتعامل على هذا الأساس، وأن لا نكون محل وصاية أي جهة كانت. فهؤلاء حلفاؤنا وأشقاؤنا وأخوتنا، يجب أن يسمعوا صوتنا ويجب أن يأخذوا رأينا في القضايا التي تقرر مصيرنا ومصير ثورتنا. فنحن لم نقصد استعداء أي دولة ولم نقصد
استهداف أي دولة أو التقليل من مساعدتها وموقفها إلى جانبنا، إنما المقصود أن يتم التعامل معنا كشركاء وحلفاء ولسنا تابعين. تمام أستاذ محمود، وصلت الفكرة. أستاذ باسم، يعني الملاحظ في الفترة الأخيرة أن هناك حراكا واسعا في الشارع في المناطق المحررة، مظاهرات متكررة تكاد أن تكون أسبوعية بسبب المشاكل التي يعني أصيب بها هذا الشارع فيما يتعلق بأمور عديدة، منها ملفات الكهرباء، ملفات المياه، ملفات الخبز، العمال، المعلمين إلى ما هنالك. وأيضا يعني اعتدنا في الشهر الأخير على خروج مظاهرات منسقة بشكل مسبق، وأخذت المظاهرات أسماء في كل جمعة. السؤال، كيف تنظرون في النقابات المهنية والعلمية إلى حراك الشارع السلمي؟ بالنسبة لحراك الشارع السلمي، أكيد نحن مؤيدين له بشكل كتير كتير كبير، وهذا الشيء كان واضح في أحد بنود البيان، لأنه نحن منعتبر البوصلة الحقيقية والتوجه الحقيقي لثورتنا هو حقيقة من خلال الشارع. من أول مظاهرة طلعت كانت مطالبة بمطالبة عادلة وحقيقية ولصالح الشعب بال2011، والمظاهرات اللي طلعت بال2022 كمان طلعت هي عم تحمل مطالب عادلة ومحقة لهذا الشعب. لذلك نحن كنقابات مؤيدين ومساندين وموجهين لهي المظاهرات بحيث تحمل الطابع السلمي وتكون مظاهرات وتظاهرات خلينا نقول حضارية بتوصل الرسالة الحقيقية دون ما يكون هناك أي تخريب أو عبث في المؤسسات والممتلكات العامة وأي مساس بأي قيمة أو أي رمز من رموز، إن كان رموزنا نحن كثوار أو رموز الأصدقاء أو ما شابه ذلك. لذلك لابد من استغلال هاي المظاهرات لتحقيق أهداف الثورة وتوجيه الحراك والضغط على صناع القرار والمسؤولين اللي هن من أبناء جلدتنا ليصوبوا المسيرة ويرجعوا لحاضنة الثورة بشكل صحيح. ولكن هل سيكون لكم دور مباشر في تنسيق هذه المظاهرات أو صياغة بياناتها أو تحديد مطالبها؟ يعني هناك بند في البيان كان واضحا تماما التأكيد على الشرعية الانتخابية. الشرعية الانتخابية هي الشرعية القانونية كما قلتم، هي الشرعية القانونية التي تبنى عليها الدول والمؤسسات، وأيضا تمثيل الشعوب وانتخاب السلطات التنفيذية والقضائية وأيضا مجلس القضاء الأعلى وتحقيق مبدأ فصل السلطات. نريد التوضيح في هذا الباب، يعني ماذا تقصدون بالشرعية الانتخابية؟ فما قصدناه في هذا الأمر هو أن سوريا المستقبل يجب أن تبنى على الشرعية الانتخابية، لا نعود إلى ما كانت عليه سوريا سابقا عندما كانت تزور الانتخابات من القاعدة إلى القمة. وكذلك نقصد أن مؤسسات الثورة حاليا يجب أن تعمل وفق مبدأ الشرعية الانتخابية، فكل مؤسسة وكل هيئة يجب أن تعمل وفق هذا المبدأ ووفق المستطاع ووفق خصوصيتها. المؤسسة التي تحتاج لانتخابات ضمن الشريحة المكونة لها يجب أن تقوم هذه الانتخابات في هذه المؤسسة على هذا الأساس، والمؤسسة التي تحتاج الانتخابات على مستوى عام يجب أن يكون هناك انتخابات على مستوى الشارع العام، والمؤسسة التي هي مكونة من قوى وائتلاف قوى أو مؤسسات أو أحزاب أيضا يجب أن يكون ممثلين هذه القوى والهيئات منتخبين من مؤسساتهم. ولم نقصد أن ننظم انتخابات على مستوى المحرر لكل مؤسسة، هناك مبدأ يجب أن يتم العمل عليه وفق خصوصية كل مؤسسة، ولكن يجب أن نتقيد بالانتخابات ليخرج الأشخاص الذين سيستلمون مفاصل هذه المؤسسة بانتخابات حرة ونزيهة. هو الشرعية القانونية للسلطتين التنفيذية والقضائية، وعفوا السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضا عن انتخاب لمجلس القضاء الأعلى. أستاذ، نحن قلت لك أننا وضعنا رؤى وتصورات، فمنها ما هو ممكن تطبيقه الآن ومنها ما هو ممكن تطبيقه مستقبلا.
فيما يخص السلطة القضائية، حاليا يوجد عندنا هيئة قضائية ومحاكم منتشرة بشكل أفقي في كافة المناطق المحررة. أنتم تريدون انتخابات لمجلس قضاء أعلى؟ ولا يوجد مجلس قضاء أعلى ينقل ويحاسب ويراقب عمل القضاة. فما المانع أن يتم انتخاب مجلس قضاء أعلى يكون المرجعية للهيئة القضائية، وهو من يراقب ويشرف على عمل هذه المؤسسة ويحاسب ويرفع القضاة وينقلهم. نعم. هذا فيما يخص المؤسسة القضائية. أما فيما يخص مؤسسة الائتلاف مثلا، ممكن أن تجري انتخابات ضمن الأجزاء، تجري انتخابات سنتكلم لاحقا للأشخاص محمود. ضمن المؤسسات التي تكون هذا الائتلاف. سنتكلم لاحقا عن إصلاح الائتلاف وانتخابات الائتلاف ويعني ما سيتبع ذلك من أمور. أشكركم ضيفي الأعزاء الأستاذ محمود الهادي النجار نقيب المحامون الأحرار، حياكم الله أستاذي. شكرا لكم أستاذ. حياك الله. أيضا أشكر الأستاذ أحمد باسم نعناع المهندس ونقيب المهندسين السوريين الأحرار. أهلا أستاذ مصطفى، شكرا لك. الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، وإلى القسم الثاني من هذا اللقاء نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.